الله معكم مشاهدينا، اليوم عم طلع عليكم من البيت لنحكي سوا مع المدربة الدولية السيدة ملكة عيتاني عن استثمار الوقت. كلنا نحن هلأ محشورين بالبيوت، العالم كله بأنحاء العالم العربي والعالم ولبنان محجورين بالبيت، فسيدة ملكة عيتاني رح تخبرنا أكثر كيف بنقدر نستثمر وقتنا صح. الله معك سيدة ملك ويعطيك ألف عافية. السؤال الأول لك، كيف فينا نستثمر وقتنا صح خلال الحجر المنزلي؟ صباح الخير، شكرا على الاستضافة عبر تلفزيون مريم، وشكرا للصديقة لما لوام. واليوم حنحكي عن أهمية الوقت وكيفية استثماره، خاصة بظل جائحة كورونا. إذا بتلاحظوا ورا مني في الساعة وهون حتى نشوف قديش أهمية الوقت بحياتنا. أهمية الوقت بحياتنا إنه هو شيء لا يمكن استرجاعه، فأي لحظة من عمرنا بتضيع، خلصت راحت. فإذا ما عرفنا كيف نستثمر هاللحظات من عمرنا بطريقة صحيحة، طبعا ما فينا نعوضها، أو بحاجة لأوقات كتيرة حتى نرجع نعوضها. ونحن بحياتنا بحاجة للتفكير الإيجابي، لأنه الأشخاص السلبيين هن الأشخاص يلي بياخدوا وقت أطول حتى يوصلوا لكل شيء، للنجاح، لا يخففوا من توترهم، لكل الأمور اللي ممكن تسيطر على انفعالاتهم. أما الشخص الإيجابي هو الشخص اللي ممكن يستثمر الوقت للتخطيط، لكيفية نجاح نفسه، لكيفية الوصول إلى الهدف، لكيفية تحقيق أحلامه. كرمال هيك نحن بحاجة للوقت بحياتنا حتى نعرف كيف نقسمه وننظمه، حتى يكون هو عنا إدارة جيدة لحياتنا. الإنسان اللي ما عنده إدارة جيدة لحياته طبعا ما بيقدر يوصل لأي نجاح. وهلأ نحن بظل جائحة كورونا في عنا وقت كتير طويل، ففينا نقول في عنا كتير وقت ضايع. إذا ما عرفنا نستثمر بطريقة ذكية طبعا رح يكون هذا الشيء ضد مصلحتنا، وحنكون عم نعمل شغلة بتوقفنا وبتعيقنا بحياتنا، ما بتكون ستيب حتى نتقدم لقدام ويكون في عنا نجاحات. نحن دايما نفكر بالأمور ما بعد الأزمات، وهلأ في عنا الوقت الطويل والكافي حتى نحسن حالنا، حتى نشجع نفسنا ونوصل للنجاح. طيب دكتور ملك، في كتير من الناس بيقضوها أكل ونوم، ويمكن بس يعني بالبيت، حتى ما بيتحركوا، ما بيعملوا اكتيفيتيز تانية، ما بيطالعوا كتب. هل هالاشخاص اذا ما بيستغلوا الحجر الصحي بشكل صحيح، شو بتقولي لهم؟ انا بدي بلش بالساعة العكسية، بدي بلش بالليل قبل بالنهار. نحن كبشر بحاجة لقسط كافي من النوم، كرمال هيك ضروري جدا، وخاصة حتى لو نحن بظل جائحة كورونا لازم نعرف كيف نقسم ليلنا ونهارنا. يعني نحن كبشر بحاجة لقسط كافي من النوم، والإنسان اللي ما بينام بطريقة كافية أكيد هذا الشيء بيأثر على مناعته، وبيأثر أكيد على دماغه وعلى تفكيره وعلى حياته الإيجابية. لأنه أثبتت الدراسات اللي ما بينام، وخاصة الأطفال، هيدا الشيء بيأثر على حركتهم، بيأثر على نشاطهم، بيأثر على طريقة تفكيرهم، على استرس اللي عندهم. كرمال هيك بدي بلش إنه لازم ننام بطريقة كافية. بالنهار لازم نقوم في عنا نحنا خلينا نقول 14-15 ساعة. هلأ ما بدنا نقضيهم كلياتهم لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا على التلفزيونات، لأنه هذا الشيء منه مفيد لحياتنا. في عنا كتير أمور نقدر نستثمرها، في عنا كتير أمور نقدر نشوفها. قسموا وقتكم، حطوا بلان بحياتكم، من هون ببلش كيف تنظموا حياتكم. مش غلط نعمل أجندة يومية أو نعمل أجندة أسبوعية، إنك أنت تحط أمور وأهداف تخلصها خلال هذا الأسبوع، وهيك بتعود حالك على أنك أنت تنجز، لأنه العقل بحاجة للتدريب، مثل عضلة القلب، مثل أي عضلة بجسمك بحاجة للتدريب حتى تحاول توصل للي أنت بدك إياه. كرمال هيك
بالنهار أكيد لازم نعمل رياضة، لازم نقرأ، لازم نعمل استرخاء هلأ، خاصة بهذا الظل نحن بحاجة فيه شوية للراحة. وطبعا قلنا بالليل لازم ناخد قسط كافي من النوم ونقعد مع أولادنا، وأمور كتيرة بالحياة. طيب دكتور ملك، نحن كيف ممكن نعمل بلان ليومنا الطويل اللي بيكون خلال الحجر المنزلي، وكمان نعلم أولادنا ونحن كمان ندون شو عملنا خلال هذا النهار على الأجندة؟ للأشخاص اللي ما عندهم أولاد وهن عزابيه، خلينا نقول برجع بكرر إنه أهم شي ما يكون كل الوقت ضايع على الألعاب أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون أو بالنوم، لأنه هذا الشي أنت عم بتكون عم بتدمر نفسك بدل ما عم بتشجع نفسك على الإنجاز. هلأ أنتو بحاجة حتى ترجعوا تحطوا خطة، هلأ أنتو بحاجة حتى ترجعوا تقرروا شو بدكم بس لتخلص هذه الجائحة. بالنهاية في استمرارية بالحياة، وبالنهاية في أمور كتيرة بدنا إياها نحصل عليها. وطبعا هلأ في عنا ظروف اقتصادية صعبة، في عنا أشياء كتيرة صعبة، هلأ في وقت إنه نقعد نحط خطط وأهداف حتى نشوف لما تخلص هاي الأزمة إن شاء الله، أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، نحن شو بدنا من الحياة، شو خطتنا بالمستقبل، شو لازم نعمل. حتى لو منقول هلا انتو عم بتقولوا لنا تفكير ايجابي ونحن بهالوضع الاقتصادي الصعب، طبعا لانه بالنهايه كل شيء صعب رح يمرق وبعدين رح يصير في انفراجات ان شاء الله. كرمال هيك ضروري انه نفكر بطريقه ايجابيه، ضروري نحط خطط مستقبليه وخطط مختلفه، قصيره المدى، متوسطه المدى، بعيده المدى. ونحن دائما بنحكي انه بظل الازمات ما نفكر كثير بالخطط القصيره المدى، إلا إذا بدكم تكونوا عم تحضروا مثلا هلأ برامج أونلاين. في كتير برامج فري فور فري، يعني مجانية، عبر تطبيقات زوم، عبر تطبيقات الفيسبوك، عبر الانستغرام. خلي وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة لألنا ونكون أحسننا في إدارة وقتنا. فشوفوا كتير برامج تثقيفية، شوفوا كتير برامج تعلمكم الأمور الناقصة بحياتكم حتى توصلوا لأنتو بدكم إياه. يمكن نحن بحاجة يمكن دورات لغات، يمكن بحاجة لدورات تنمية بشرية، يمكن بحاجة لدورات باوربوينت، يمكن بحاجة لدورات للكمبيوتر. أمور كتيرة ممكن أنتو يا شباب وصبايا تستثمروها، وما تخلوا ليلكم نهار ونهاركم ليل. برجع بأكد لأنه أنت بهذا الشيء بتكون رجعت عودت جسمك على عدم الحركة وعلى عدم الإنجاز ودربته على الفشل. طيب دكتور ملك، قبل الحجر المنزلي ما كنا نسمع كتير انه رجال عم بيشاركوا زوجاتهم يعني وبيفوتوا معهم على المطبخ وبيساعدون بالواجبات المنزلية. قديه هيدا الشيء حلو وشيء ايجابي انه بالحجر المنزلي صرنا نشوف الرجال اكتر عم بيشاركوا المرأة بواجبات المنزلية، وعم بيكونوا كمان حد اولادهم بيساعدوها بتربية الاطفال. قديه هذا الشيء قرب الشريكين من بعض. طبعا نحن هلا بدي اقول يعطيكم العافيه لكل الامهات يلي عم بتحملوا الاولاد لفترات طويله، وطبعا الاباء كمان بدنا نشكرهم على كمان صبرهم وكمان على طولة بالهم، وخاصة انه هن مش معودين لفترات طويله يقعدوا بقلب البيت، فهذا الشيء اكيد اثر على بعض المشاكل الاسريه وخلى بعض الامور تشتعل بين الزوجين. وحنقول بعض الأسباب، يمكن لأنه السبب الأول لأنه عدم تعود الرجل على وجود الوقت الطويل بقلب البيت، ونفس الشيء كمان الزوجة ما معودة إنه زوجها يكون وقته طويل بقلب البيت ويدقق على أكثر التفاصيل الصغيرة، وممكن كمان يتدخل ببعض الشؤون اللي هي كانت معودة أولادها على سيستم معين. فبيجي البي بيحاول إنه يدخل بهيدي الأمور ويعطي رأيه بطريقة يمكن شوي فيها سيطرة، وهون بتخلق بعض النزاعات. طبعا كمان بدنا نقول للرجل اللي بقلب المنزل شكرا كتير انك موجود، وشكرا اكتر اذا بتعطي الزوجة كلمة طيبة، لانه هلأ المسؤولية عليها دوبل فينا نقول. فكرمال هيك بتمنى منك ايها الرجل العظيم انك تكون سند بقلب البيت. طبعا انت هلأ بوضع لا تحسد عليه لانه منك معود، ولكن هذا ما بيمنعك من انك تشارك زوجتك بالامور المنزلية البسيطة
بأمور يمكن تقعد مع الولاد بوقت أطول. هلأ في عنا استثمار حتى نكون عم نبني ذكريات حلوة مع ولادنا للمستقبل، إنكم تحكوا قصص، تتشاركوا بأفكار للمستقبل، يحضروا برامج تثقيفية، يحضروا برامج توعوية، تلعبوا ألعاب بسيطة كنا نلعبها نحن وصغار، مونوبولي، شطرنج، ألعاب العقل، تلعبوا شوية رياضة، تقروا القصص، أمور كتيرة ممكن إنه تتشاركوها. وطبعا الزوجة ما لازم تنسي حالك بقلب البيت، لازم تضلك عم تفكري بحالك، لازم تضلك عم تنتبهي لحالك، وما تنسي حالك بخضم هذه المرحلة، وما تكوني عم تعملي شيء إلا الطبخ بس والنوم والاسترخاء. لازم تقعدوا مع بعضكم، وأهم شغلة تبنوا ذكريات حلوة إلكن بقلب البيت مع الولاد. دكتور ملك، بالسؤال الأخير لحضرتك، خبرينا كيف نقدر نطور ذاتنا، وشو أبرز النصايح اللي بتعطينا إياها لحتى كل المشاهدين اللي عم يسمعونا يستغلوا الوقت صح؟ أهم شغلة ما يكون وقتنا كلياته ضايع، وما يكون كلياته الوقت بالنوم أو بس بوسائل التواصل الاجتماعي أو بنحضر تلفزيون وأفلام ويوتيوب وغيرها من الأمور اللي ما فيها إفادة للعقل ولا الدماغ. نحن بهذه المرحلة بحاجة لنجدد نشاط دماغنا، لنجدد أحلامنا، لنجدد أهدافنا، وخاصة إنه نحن في عنا وضع اقتصادي صعب كتير، وفي عنا وضع وظروف ضاغطة. كرمال هيك إذا نحن كمان بنفس الوقت هيك كان عنا شوية تراخي وعدم تدريب العقل على على الإنتاجية وعلى النجاح وعلى تحضروا محاضرات وإنكم تنموا بعض المهارات اللي كانت ناقصتكم، هذا الشيء حيأثر على حياتكم سلبا، وحيعود جسمكم بطريقة لا إرادية على عدم الإنتاجية وعلى عدم النجاح وعلى عدم تحقيق الأهداف، لأنه العقل مثل ما بيتعود مع التدريب على الإنجاز بيتعود نفس الشيء بالأنكونشس مايند على عدم الإنجاز، لأنه أنت بتكون خلقت عادة بجسمك وبعقلك أنك أنت ما بتعمل شيء بحياتك. ونفس الشيء إذا أنت دربت حالك أنك تحضر أشياء مفيدة وتعرف تقطع وقتك وتستثمر وقتك صح، أكيد رح تعلم عقلك وتدرب عقلك على كيفية الإنتاج، على كيفية تحقيق الأهداف ولو بخطوات صغيرة. وتأكدوا كل ما نحن عم نفكر بطريقة إيجابية، كل ما نجذب لأن الأمور الإيجابية ومصير في عنا سرعة بالتحقيق. ولكن إذا نحن فكرنا بطريقة سلبية وعملنا حياتنا مجرد هيك حلقة مسكرة بنوم وعدم فعل أي شيء، حتعود جسمك على عدم فعل أي شيء، وتأكد هذا الشيء ما رح يخليك أبدا بالمستقبل أنك تنجز. نحن بحاجة لأشخاص ناجحين، والأشخاص الناجحين بيبدأوا باستثمار الوقت بطريقة صحيحة. قسم وقتك، عندك الصبح لتعمل بعض الأمور يلي فيها إفادة لنفسك، بعد الظهر يمكن فيك تنام شوي، عشية حضار محاضرات أونلاين هلأ خاصة بهذه الفترة كلياتها مجانية، نمي مهاراتك وأكيد رح توصل اللي بدك إياه. وأنا بالنهاية بدي أقول لكم شكرا لهالاستضافة، وإن شاء الله تكون نافعة لكم. شكرا لك مجددا دكتور ملك على كل النصايح اللي اعطيتينا اياها، وفعلا موضوع كتير شيق ومهم عن اهمية الوقت. مشاهدينا، لهون نكون انتهت حلقتنا لليوم، على امل اللقاء القريب. الله معكم.